دكتور صيدلي متحدث باسم نقابة الصيادلة بيتعرض لتجربة مريرة في الحقيقة، وهي اعتقال، لأن الراجل حاول يدافع عن زميلة ليه، لكن الحمد لله قبل بداية الحلقة بيتم الإفراج عنه. الخبر من العرب الجديد أيضا قدام حضراتكم على الشاشة، الإفراج عن المتحدث باسم نقابة الصيادلة. يا جماعة طلعوا الخبر، إطلاق سراح المتحدث باسم الصيادلة المصريين بعد يومين من إخفائه، وكانت مدى مصر نشرت قبل يومين خبر إخفاء الرجل قسريا. نشوف الخبر كده من مدى مصر. القبض على عضو مجلس نقابة صيدلة القاهرة بعد دعوته للاحتجاج على حبس صيدلانية. أنا الحقيقة مش هعلق، هسيب التعليق لضيفي اللي بينضم إلي عبر الإنترنت، الدكتور أحمد رامي، عضو هيئة مكتب نقابة صيدلة مصر سابقا. أهلا بك يا دكتور. أهلا بحضرتك دكتور أسامة وبالسادة المشاهدين. هم ليه اعتقلوه وليه أفرجوا عنه؟ ليه اعتقلوه؟ ديت معروفة. في من أسبوع تقريباً أطلقت دعوة لعقد جمعية عمومية للمطالبة برفع الحراسة عن نقابة صيادلة مصر. عدد من نشطاء الصيادلة توجهوا بهذا الطلب لنقابة الأطباء على أساس أن هي المكان اللي يعني في غياب مجلس نقابة الصيادلة هم المكان بتاع دار الحكمة يعني اللي بيديروه منفردين. فعدد من الصيادلة جمعوا توقيعات للمطالبة بعقد جمعية عمومية للمطالبة برفع الحراسة عن نقابة الصيادلة، والدكتور محفوظ دعم هذا الطلب وشارك فيهم شارك معهم في يعني الحشد لهذه الجمعية. السبب الثاني، لما صدر الحكم بحبس الدكتورة مها للصيادلة جميعا شايفين ان هو يعني في ظلم كبير وقعت عليه الدكتوره مها، وشايفين ايضا ان هم بيتعرضوا للخطر، فالدكتور محفوظ دعا الصيادله ان هم دوت في اليوم السابق على القبض عليه مباشره، دعا الصيادله ان هم يطفوا انوار صيدلياتهم 5 دقائق فقط تعبير عن تضامنهم، مش احتراضا على الحكم القضائي وما الى ذلك، وان كان دوت جائز في اي دوله لان القضاء درجات ولسه في درجه ثانيه من التقاضي وما الى ذلك، لكنه دعا فقط للاعراب عن التضامن مع اعراب الصيادله للتضامن مع زميلتهم عبر اطفاء الانوار في صيدليات لمده 5 دقائق. ثاني يوم الصيادله جميعا فوجئوا بالقاء القبض عليه من بيت. طيب احنا بنتكلم على اعتقال صيدلي تضامن مع زميلته. ايه الجرم اللي ارتكبه دكتور محفوظ رمزي في قصه يا جماعه طفوا نور الصيدليات 5 دقائق؟ ايه الضرر اللي وقع على النظام وازعج النظام بالشكل ده؟ النظام عايش في حاله من الخوف من اي تحرك جماهيري لان هو مش ضامن الدنيا تتطور لفين. وزي ما قلنا الموضوع مش قاصر فقط على اعلان التضامن، لا، في سبب تاني ربما يكون هو السبب الاكثر احراجا للنظام، هو إن يعني أول مرة عموم أهل مهنة من 2013 يتقدموا بطلب لعقد جمعية عمومية ويسعوا لرفع الحراسة عن النقابة اللي هي أصلا مرفوض بها الحراسة عليها الحراسة بالمخالفة حتى لدستور 2014. فإن يبقى في حراك دوت في حد ذاته أمر يخشاه النظام، خاصة النقابات المهنية يمكن من شهر كان في الحراك اللي في نقابة المحامين فيما يخص الفاتورة الإلكترونية واللي انتهى بتأجيل التطبيق لغاية إبريل. فالنقابات من يعني من المنتظر أنها تشهد حراك آخر قبيل إبريل حال عدم وجود اتفاق مع وزارة المالية. طيب، فيبدو أن النقابات من النقاط الساخنة اللي تتحسب لها الحكومة والنظام. طيب في سؤال مهم يا دكتور، طبعا أنا يعني سعيد أنه تم الإفراج عنه، لكن لو الرجل ارتكب جرم وجريمة أو جنحة أو فعل جنائي وتم اعتقاله بموجب القانون، وبما إن احنا في دولة بتحترم القانون وهناك قضاء لا يتدخل فيه الرئيس ولا تتدخل فيه السياسة، فلماذا تم الإفراج عنه؟ يعني دوت مش هنعرفه إلا لما نسمع من الدكتور محفوظ نفسه إيه اللي تم معاه في اليوم أو اليوم وشوية أو اليومين إلا بضعة ساعات اللي تم معاهم فيه، وإيه الحوارات اللي تمت معاه فيه. ويبدو ان هو يعني لم يعرض على نيابه، والا كنا عرفنا الخبر من محامين او ما الى ذلك، بمعنى ان هو لا توجد مخالفه قانونيه. يعني بالبلدي كده بنقول ان اللي حصل ده قرصه ود. طيب ايه الرساله
وموجهة لمين؟ اللي النظام حب يوجهها باعتقال دكتور محفوظ ثم الإفراج عنه. أظن أن الرسالة المطلوبة أنه ممنوع أي تحرك، أي محاولة لتنظيم الجماهير، أي محاولة لأن يبقى في حراك في النقابات. هو دوت الرسالة اللي النظام يريد أن هو يوصلها، لكن هو بيوصلها في نفس الوقت استقبلنا رسالة أخرى أن النظام خائف ومذعور من أي حراك بسيط مهما كان. شكرا جزيلا دكتور أحمد رامي، عضو هيئة مكتب نقابة صيادلة مصر، كنت ضيفي عبر سكايب.